السيسي يوجه باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وزير المالية يعلن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار. وزير الخارجية يزور أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي. منتصف الليل بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق فيما بينها للحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل لا سيما بين الفئات الأكثر احتياجا. وقد أعلن وزير المالية محمد معيط موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة والمقدرة بقيمة 2 مليار دولار، وذلك خلال اجتماعات الصندوق التي تم عقدها في واشنطن. أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن تحصل مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة، لتكون بذلك مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قرض مقدر ب 12 مليار دولار على 3 سنوات. أضاف الوزير أن موافقة الصندوق جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجدية الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني، مشيرا إلى أن إشادة مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بما يتم تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية تعد شهادة ثقة من كبريات المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني. يزور وزير الخارجية سامح شكري العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي. أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري سيترأس الوفد المصري خلال اجتماعات اللجان الوزارية للاتحاد، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سيعقد مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإفريقية المشتركة. قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مد حال الطوارئ في البلاد لمدة شهر في أرجاء تونس، ذلك اعتبارا من اليوم. أضاف بيان للرئاسة التونسية أن القرار جاء بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وبعد التداول الذي جرى في مجلس الأمن القومي. أعلنت مجموعة دول ليما المكونة من أغلب دول أمريكا اللاتينية وكندا تعليق تعاونها العسكري مع فنزويلا. من جانبها أعلنت كندا العضو بالمجموعة قبولها طلب زعيم المعارضة خوان غوايدو انضمام بلاده إلى المجموعة بصفة عضو كامل. أضافت كندا كذلك أنه من الضروري أن يتم تداول السلطة في البلاد على نحو سلمي دون الذهاب لخيار عسكري في فنزويلا. تابعوا دوما مزيد من الأخبار من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى.